وهذه الاتفاقية التي يعني تم التوقيع عليها مع الأمم المتحدة المتعلقة بالتسوية والمساواة بين المرأة والرجل المندرجة تحت قانون أو تحت يعني ما صدر من أجل قرار مجلس الأمن 1325، مثل هذه الاتفاقيات التي تلغي يعني كماً كبيراً من آيات القرآن الصريحة، آيات سورة البقرة متعلقة بالعدة والنكاح والطلاق والشهادة كلها ملغاة لأنها مخالفة للتسوية الكاملة بين المرأة والرجل. آيات النساء متعلقة بهذا الموضوع، هذه كلها آيات بمقتضى هذه الاتفاقيات يجب أن تحذف من المصحف، بل هناك سور بأكملها تحذف، سورة الطلاق مثلا، فيخرج علينا مصحف يعني محذوف منا أعداد وكميات كبيرة من كتاب الله يريدون أن يبدلوا كلام الله. الله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى، منافي لكلام الله، وهم يريدون أن يبدلوه. وهناك عندهم ملحقات سموها اتفاقية الجندر، بل تلغي مسألة الزواج من أصله، ليس هناك زوج وزوجة. هذا هو الغرض من الحياة، يعني يبيحون فيها ويشرعون فيها للشذوذ، كل المصائب التي تمسخ المجتمعات وتجعلها أقبح من الحيوانات. رأي هذه هي اتفاقيات الأمم المتحدة التي تتكلم عن المساواة بين الرجل والمرأة، وتتكلم عن رفع العنف القائم على المرأة. أقول لهم لو هم صادقون حقا لا أخرجوا آلاف النساء المزجونات ظلما في سجون المستبدين مثل حفتر والسيسي وهذا بن سلمان وبن زايد وسجون عمان وسجون دمشق. هذه السجون فيها آلاف من النساء المظلومات المقهورات التي يغتصبن ويتحرش بهن ويعذبن في السجون يعني سنين طويلة. الآن أن مجلس البحوث والتابع لدائر الإفتاء العلماء جزاهم الله خيرا قاموا بواجبهم وبيّوا للحكومة وأرسلوا إليها ما تتضمنه مثل هذه الاتفاقيات من مخاطر على الدين وعلى الوطن. فيجب على كل شرائح المجتمع باختلاف أنواعها يجب عليها أن تقوم وتنكر هذا الأمر ولا تسكت. الدفاع عن الدين مقدم على الدفاع عن النفس، هذه حقيقة. هذه الضرورات الخمس الموجودة في الشريعة، الدفاع عن الدين هو رقم واحد. الله تبارك وتعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لكن هذه أحكام وهذا حق لابد أن نبينه، ومن أراد أن يعني يأتي بالإفك من عنده وينسب إلي غير هذا القول فعليه وزره.